السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين وبرنامجكم أجر العاملين. كما عودناكم البرنامج يتكلم عن نشاطات أقسام ومؤسسات العتبة العباسية المقدسة في موسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وطبعا موسمنا الخاص لهذا العام 1442 للهجرة. اليوم نستضيف قسم رعاية الصحن الشريف في العتبة العباسية المقدسة والسيد الأستاذ زين العابدين عدنان القريشي معاون رئيس القسم. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم استاذ. حقيقه القسم واضح من عنوانه انه يعنى برعايه الصحن، لكن هاي الكلمه قد تخفي خدمات ربما مو كل الزوار يعرفوها. احنا حقيقه نريد نعرف نشاطات القسم عموما ومهامه في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا قسم رعاية الصحن الشريف من الأقسام الخدمية، ويكلف في بعض الأحيان بالأمور التنظيمية، لكن عموما هو قسم خدمي بحت ويقدم خدمات للزائرين وبشتى الطرق. لدينا شعب ووحدات خاصة في داخل الصحن الشريف وخارجه، لكن عموم العمل يكون في داخل الصحن الشريف. زين، يعني تقدر تتكلم لنا عن هاي الخدمات ولو من خلال الشعب، يعني كل شعبة شنو الخدمات اللي تقدمها؟ يعني طبعا القسم ينقسم الى ثلاثة شعب. شعبة الصحن الشريف وهي الشعبة الكبيرة بعدد 150 منتسب، اللي مهمتها اللي مهامها عدة، تنقسم الى ثلاث وحدات وثلاث وجبات. الوحدات الأساسية بشعبة الصحن هي وحدة الزينة ووحدة المخزن ووحدة المفروشات، غسل المفروشات، بالإضافة إلى الوحدات الأساسية. الزينة تقصدون بها يعني شنو بالضبط؟ يعني بلي كل ما يتعلق بإظهار المناسبات الدينية، سواء من خلال إقامة المهرجانات، المناسبات الدينية، سواء الحزينة أو مواليد أهل البيت عليهم السلام. نعم. والأفراح، كل هذا يتعلق يعني بالزينة. هاي اللافتات المزخرفة والمطرزات، هاي شغلكم تعليقها وترتيبها يعني تنظيم السنادين وغيرها الأمور هذني؟ لا طبعا، بالنسبة للعملها عملها يكون بقسم، لا مو إنتاجها، أنا قصدي تعليقها وترتيبها. صحيح. هذا شغل هذا المهام. صحيح. كل ما يتعلق بالصحن الشريف من لافتات ومخطوطات ومطبوعات يكون عملها من خلال وحدة الزينة التابعة لقسمنا. كذلك تهيئة إقامة المهرجانات العامة، سواء اللي تخص العتبة المقدسة في مواقع العتبة الداخلية والخارجية، أو من خلال استضافة القنوات الفضائية، تهيئة الأمور، الاستيجات، المنصات، وكل ما يتعلق بهذا الأمر. طبعا العمل الأساسي لشعبة الصحن قلت لك هو يتقسم ثلاث وجبات: وجبة صباحية، وجبة مسائية، وجبة ليلية. كل ما يتعلق داخل الصحن الشريف من الفرش، من التنظيف، تنظيف سواء الزجاج، المرايا، وكله من خلال الشعب الموجودة. نعم. الصحن الشريف كذلك عندنا وحدة غسل المفروشات تابعة للصحن الشريف. كل ما موجود أو مفروش في العتبة المقدسة أو خارج العتبة في مواقع العتبة يتم غسله من خلال هاي الوحدة، من خلال هاي وحدة غسل المفروشات، سواء المفروشات أو الأغطية والستائر يتم غسله من خلال هذه الوحدة. أغطية قصدك البطانيات والخاصة بالزائرين أيضا؟ بلي. زين، أنتوا عندكم أعداد كبيرة، يعني اللي أدري بيه أنه تقدر تعطيني فد إحصائية لو جاهزة. حتماً. إيش قد عندكم أغطية مثلا؟ يعني إحنا أغطية إذا في المناسبات الدينية الكبيرة نجهز 60,000 بطانية للقسم المخازن. مثلا موسم الأربعين. موسم الأربعين 60,000. العام الماضي قم 60,000 كاملة. 60,000. بلي. وطبعا حسب المواسم الاخرى ربما شوي اقل حسب الموسم، بس ال 40 هو الذروه عندكم. صحيح. زين، هذا مهمه الغسل ايضا، يعني مع كل استخدام لكل زياره تغسل مره واحده يعني. صحيح. لكن يختلف الامر في خلال هذه الزياره او اذا كانت هي هاي الخصوصيه شنو موسمها، يعني موسم ال 40 تعرفون يعني هناك تحدي كبير لجائحه كورونا. بلي. واحنا من خلال لقائنا مع الاقسام الاخرى كانت هناك حلول لكل تحدي من هذه التحديات، فشون قدرتوا هذا الموضوع تحلونه يعني؟ طبعا صار اكو اجتماع مجلس الاداره الموقف بحضور لجنه الصحه من خلال شعبه الطبابه،
وحقيقة استضافين الأخوة المختصين الفنيين وقدموا لنا إرشادات صحية بهذا الغرض. طبعاً شنو المواد اللي يستخدمها في هذا الظرف، وكذلك ألزمنا مجلس الإدارة بأن يكون الغسل يومي خلال هاي الخمسة أشهر الماضية المنصرمة. صعبة المسألة طبعاً حقيقة، يعني هي تحدي كبير يعني أضاف لمهامكم، لكن الأخوة الحمد لله عندهم الهمة ويقدمون خدمات. طبعا التوزيع يومي للزائرين حتى في مواسم الصيف، نعم. يعني يستخدمها كوساده مو كغطاء، صح، او ربما احيانا يفرشها بلي. فاحنا حقيقه بلي ألزمنا مجلس الاداره انه يغسل يوميا، يعني يوميا. البطانيه تستخدم مره واحده وكذلك تغلف وتعبى حتى ما تتلوث ويستلمها الزائر نظيفه ومعقمه، تعبى يوميا. عمل حقيقه كبير وجهد كبير، هذا كله من وحده الغسل تابعه لشعبه وحده الغسل المفروشات. نعم. طبعا في هذه الزياره المباركه من خلال شهر محرم لحد الان احنا مجهزين تقريبا 40,000 بطانيه للمخازن ومواقع العتبه ومواكبها، عدد كبير حقيقه. بلي. نعم، باقي استرسلنا بالنسبه باقي يعني الشعب اللي عندكم، هاي قصه الشعبه. الشعبه طبعا عندنا وحده الزينه، وحده المخزن اللي هي توفر المفروشات السجاد بعد الغسل وكذا يخزن فيها بالاضافه للاشياء الاخرى اللي عندكم. بلي. نعم. طبعا مساله جدا مهمه لابد ان اذكرها، قضيه الفرش. نعم. الفرش في هذا العام تغير نظامه بالكامل، كذلك ألزمنا انه يتم تبديله كل يومين وينشر في الشمس ومن ثم يرجع الى الصحن الشريف. يعني انتم ايضا في هذا الموضوع راعيتوا يعني تعليمات، صحيح، وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه. بلي بلي بلي. كذلك عملنا مربعات خاصه او مساجد خاصه داخل الصحن الشريف، راعينا التباعد الاجتماعي، يعني السجاده نفرشها. يعني كل سنه نشوف السجادات مفروشه واحده من لا. بلي. اما يعني من بدأ جائحه اليوم، بلي انتم سويتوا مساحات بالضبط، يعني مو كل الصحن مفروش، بلي اكو تباعد بنفس الزول، يعني تقريبا نزلنا العدد الى 10%. كنا يعني نفرش مثلا 1000 سجاده، وصلنا مرحله انه فرشنا 100 سجاده. بلي. يعني 90% من السجاد لم يفرش حتى تحققون التباعد الاجتماعي، يعني على ان يتم تبديله يوميا ويبدل يوميا. باقي الشعب اللي عندكم ايضا للشعب. بلي، عندنا شعبه نقل الزائرين. نعم. شعبه نقل الزائرين شعبه مهمه جدا، ويقع على عاتقها ايصال الزائرين من القطوعات الخارجيه للعتبه المقدسه الى الحرم الشريف. يعني قصدك القطوعات اللي هي ضمن المدينه القديمه؟ ضمن المدينه القديمه، تجلب الزائرين من اماكن القطع الى الحرم الشريف. طبعا الراعي كبار السن والصغار والنساء لهم الاوليه. بلي. نعم. لهم الاولويه، لكن عموما هي تقوم بواجبها على شكل يومي. طبعا اللي قصدكم عفوا هذا سيارات اللي تصير بالطاقه الكهربائيه، بالشحن الكهربائي. بلي، الشحن الكهربائي. نعم. بلي. هذا عندكم كانه عدد كبير من عدها، يعني بلي. مغطي بلي. المنطقه. بلي. اللي هي الشوارع المؤديه. حتماً. يعني من اخر نقطه تدخل بها سياره. بلي. يعني خلينا نقول قسم الاليات يوصل الزائر الى اقرب نقطه. بلي. ثم تستلم سيارات الشحن الكهربائي. صحيح. في قسمكم. صحيح. من خلال وحده النقل، من خلال شعبة نقل الزائرين. طبعا العجلات عندنا بديل لها في حال العطل، كذلك عندنا وحده صيانه ووحده سمكره في الورشه مالتنا. يعني اكتفاء ذاتي في مساله النقل والصيانه. بلي. لهذه العجلات. بلي. هذا حقيقه انا نتوقف بفاصل، خلينا لان هناك تفاصيل مهمه. بلي. في هذه الشعبه الظهر نحتاج نتوقف بفاصل ونعود لكم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، نعود ان شاء الله بعد فاصل قصير، فكونوا معنا. التزاما بتوجيهات المرجعيه الدينيه العليا بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الصحية أثناء إقامة الشعائر الحسينية، يجب الالتزام بما يأتي: مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر، استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء، تعقيم وغسل اليدين باستمرار. تقبل الله أعمالكم.
عدنا وإياكم أعزائي المشاهدين وتكملة هذا الحوار المهم والنافع إن شاء الله مع قسم رعاية الصحن الشريف. إحنا وصلنا إلى هناك ورشة يعني سووا صيانة ومن ضمن الصيانة سمكرة وتبديل قطع غيار للسيارات أو أسطول السيارات الكهربائية لينقل من مناطق القطوعات الداخلية إلى العتبة المقدسة. زين، شنو عندكم أيضا إضافة لهذه الأعمال؟ شعبة نقل الزائرين لها خصوصية في زيارة الأربعين أو في زيارات المليونية. نعم، يتم التنسيق مع شعبة الطبابة وأكاديمية الكفيل لتجهيزهم بعجلات شحن نهيئها بصورة على شكل سيارة إسعاف نقل داخلي. يعني أنا أعتقد أكاديمية الكفيل من التقينا بهم ذكروا هاي القضية. بلي. يعني هسه الآن هناك تعاون بين أكاديمية الكفيل بلي. الإسعاف والتدريب الطبي بلي. وبين قسمكم. صحيح. في يعني قال احنا سوينا عملية تحوير، هذا التحوير شلون سويته؟ بكفاءات وملاكات العتبة ام خارج العتبة في بلي بلي. المدينة؟ لا لا طبعا بكفاءات العتبة المقدسة ورشة الخاصة اللي يتعذر علينا انجازه نستعين بالاقسام الاخرى سواء قسم الآليات او الاقسام الاخرى، لكن هي الشعبة تقريبا لها ورشة خاصة. نعم. والعتبة المقدسة مهيئة لها كافة الظروف، بل هناك مشروع قدم من قبل الأخوة الفنيين لصناعة عجلة إنتاج العتبة المقدسة إن شاء الله قيد الدراسة والتطوير إن شاء الله يتم الموافقة عليه إن شاء الله. يعني هذا المشروع حسام في رفض عجلات جديدة وبث الروح من التفاؤل أيضا في يعني الناس راح تثق مو فقط خدمات وانما تطوير من خلال الملكات نفسها ان شاء الله، نسال الله ذلك. زين، الشعبه الثالثه عندكم ايضا؟ بلي، عندنا شعبه المرايا والثريات. زين، وهذه الشعبه مهمه جدا من خلال الاخوه الفنيين، وكذلك تنقسم الى ثلاث وحدات، وحده الصيانه ووحده التركيب ووحده التنظيف. زين، التنظيف تعرف لها اساليب يعني خاصه بالمرايا. طبعا هاي المرايا الفسيفسائية الموجودة في سقوف داخل أرجاء العتبة المقدسة. نعم. بلي الصحن الشريف. كذلك الثريات طبعا الثريات نمتاز بها أنه كافة الثريات الموجودة سواء في العتبة المقدسة في الصحن الشريف في الحرم أو في مواقع العتبة الأخرى، يعني كله يكون من خلال الأخوة في الصيانة والتركيب اللي عندنا. يعني الثرية هي تجي عادة شنو؟ يعني تجي طبعا مو مجدودة أكيد. طبعا طبعا حتما. فهاي الوحدة هي مسؤولة عن هاي المسألة. عندنا بلي وحدة التركيب اللي هي يعني مختصين فنيين، كذلك العتبة المقدسة مشكورة أرسلتهم إلى دورات تطويرية إلى جمهورية التشيك باعتبارها الدولة الأولى في العالم في إنتاج الثريات. وكذلك استوردنا منهم ثريات خاصة للعتبة المقدسة، ومعظم الثريات اللي شكلت اخيرا هي في تحمل شعار العتبه المقدسه. يعني قصدك مصنعه خصيصا للعتبه؟ مصنعه خصيصا وتحمل شعار العتبه المقدسه. نعم. هاي الشعبه مهمه جدا سواء من خلال تقييم عمر الثريه او من خلال نصبها وشدها، تعرف شدها معقد طبعا. سواء كهربائيا او ميكانيكيا قطع كبيره وكثيره. قطع كبيره ايش يعني قد مثلا طيني ثريه تعتبرها يمكن اكبر شيء؟ اكو عندك احصائيه؟ يعني عندنا اقول لك اقل شيء حتى اكبر شيء يصير زيد. إيه؟ اقل شيء عندنا 700 كيلوغرام. 700 كيلوغرام بالنسبه للثريات السقفيه. نعم نعم واضح. الصغيره عندنا البراكيت 4 طن. بلي يعني بلي. عدد قطعها 700 تقريبا؟ عدد قطعها سواء مصابيح او غير شيء يعني. نعم كل قطع يعني. المصابيح يصل الى 120، اما القطع البقيه فهي كثيره. اكو قطع كبيره وقطع صغيره اللي احنا نسميه كريستال. هو الكريستال نسميه الكريستال كبيرة وصغيرة ومتوسطة. كريستال هو الأصلي بس قصدي يعني ربما يبلغ مئات القطع. بلي بلي. هاي احنا جاي نحكي عن أصغر واحدة. بلي بلي بلي. لعد خلاص واضح. الله يحفظك إن شاء الله. طبعا كذلك الأخوة في الصيانة عندنا ورشة خاصة لصبغ الأذرع الموجودة. استخدامات ليش تصبغ؟ هي ما تجي جاهزة مصبوغة؟ لا لا بعد يصير تآكل. يعني من ناحية الإدامة. من ناحية الإدامة عندنا ثريات قديمة يجددوها الإخوة من خلال الأذرع، صبغ الأذرع. حتى عندنا تعاون مع ورشة صناعة الشبابيك، قسم صناعة الشبابيك لصبغ بعض الأذرع
لقيمتها العالية، ثريات قيمتها عالية. عندنا ثرية الضريح الشريف اللي ثرية القبة الشريفة، يعني مبلغها كلش ثمين، ولا توجد في العراق إلا في ثلاث مراقد، في الكاظمية المقدسة أو في سامراء حسب ما أتذكر. وبالتالي يعني طبعا أكيد هاي مهام الشعبة تكون هي خارج موضوعة التركيب، لازم في موسم الزيارات الشيء لازم هالأشياء كلها تكون قبل الزيارات حتما. حتى ما يتعارض عملكم لا مع يعني الزائرين، ولا أنتم عملكم يتعطل في هذا الموضوع. إذن أنا ست تقريبا صار عندنا تغطية، يا ريت نعرف يعني في موسم الأربعين الآن أنتم نشاطاتكم في موسم الأربعين، يعني بالإضافة لهذه المهام المهمة للزائرين هناك أكيد نشاطات خاصة أكثر عدا ما عددتوه في هذا الموضوع. طبعا في زيارة الأربعين والزيارات المليونية الأخرى، زيارة الأربعين لها أهمية خاصة، العتبة المقدسة تولي لها اهتمام بالغ. تم التحضير للزيارة الأربعينية مبكرا هذه السنة، كان عندنا متسع من الوقت بعد العاشر، بعد زيارة العاشر المحرم. نعم. وتم تهيئة كافة الأمور المناطة بنا والمشارك المشاركة، أكو أمور نشارك بها مع الأقسام الأخرى. كذلك تم التهيئة، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الموقر بأقسام ذات العلاقة، سواء الأقسام الأمنية التنظيمية الهندسية الخدمية، وكان كنا جزء من هذه الخطة، وتم الاتفاق على الخطة الأساسية والخطة البديلة. نعم. وضعت خطة بديلة في حال الذروة أو في حال الازدحام الشديد، كذلك وضعت خطة بديلة. أوكلت لنا كثير من المهام ونحن إن شاء الله جاهزين لإتمامها إن شاء الله. أحسنتم. بالنسبة لموسم الأربعين، في الموسم الأربعين السابقة طبعا أنتم أكيد واجهتوا صعوبات، شنو أكثر صعوبات كانت تواجهكم في موسم الأربعين؟ قد الزائر الآن يستفيد من هاي المعلومات ربما في معاونتكم في عملكم حتى تخدموهم بشكل أفضل، وهم في نفس الوقت يعرفون حجم العمل أو المهام اللي تقع على عاتقكم. طبعا احنا حقيقه انا اشرت لك من البدايه انه قلت لك انه احنا قسمنا خدمي فيتعلق بخدمه الزائرين البحته، يعني احنا نقوم بخدمه الزائر من خلال تنظيف السجاد، من خلال تنظيف الارضيه، من خلال عمل جو مناسب للزائر الكريم. عندنا برنامج تعطير وبرنامج تبخير رائع جدا في العتبه المقدسه من خلال أجهزة تعطير، عندنا تعطير نستخدم العطور الطبيعية، وعندنا مباخر ضخمة نستخدمها في الزيارات المليونية لصفاء الجو وللراحة النفسية، علميا يفيد الراحة النفسية هذا البخور. كذلك في هذه السنة تعلم أنه استحدثت بعض الأجهزة الخاصة. خلينا نروح فاصل بلي. ونتكلم عن هذه الفقرة فيما يخص هذا العام. عزيزي المشاهدين، نذهب إلى فاصل، فابقوا معنا. أيها الزائر المؤمن، كيف تستحضر الإمام السجاد عليه السلام معك في زيارة الأربعين؟ وأنت تحمد الله تعالى على النعمة وترفع بقايا الطعام من الأرض، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في شكره لله، وأنت تسير وتستثمر المشي في حفظ سورة من القرآن الكريم أو قراءة دعاء، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في علمه، وأنت تساعد شيخاً كبيراً وتعطف على الطفل الصغير، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في تواضعه مع الناس، وأنت تؤدي مراسم الزيارة بأدب عالٍ، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في أدبه وخلقه، وأنت تسير وتغض البصر عن المحارم، فإنك قد استحضرت الإمام السجاد في شرفه. فبادر الآن واستحضر الإمام السجاد عليه السلام في شخصيتك، وكن مثالاً وقدوة للرجل الحسيني الملتزم أمام العالم. أعزائي المشاهدين، عدنا معكم بعد هذا الفاصل،
لقائنا مع معاون رئيس قسم رعاية الصحن الشريف أستاذ زين عبدين. إحنا وصلنا إلى مسألة التعفير باعتبار إحنا السنة موسمنا خاص والأربعينية أكو ازدحام، شو راح تلحقون، شو راح ترتبون هاي الأمور؟ يعني كيف تتم العملية بحيث يتم العمل على أفضل وجه دون إعاقة الحركة؟ شو راح تتنظم؟ طبعا من خلال الاجتماع المذكور آنفا كان توجيهات من اللجنة الطبية بتخصيص أجهزة تعفير في مداخل أبواب العتبة المقدسة، وكذلك إمكانية تخصيص مباخر أجهزة تبخير، يعني أجهزة تبخير تستخدم في دكتات التبريد، فإن شاء الله راح يتم التعفير بصورة لا تؤثر على تنفس الزائرين ولا تؤثر عليهم مباشرة، يعني من خلال التيار الهوائي. زين، الحركة الآن حسب الأيام العادية عندكم واحد يفتر يبخر، هذا بالازدحام ما يقدرون يسوونه. بل عندنا مباخر خاصة منصوبة بأركان العتبة بالطابق العلوي يتم تجهيزها بالفحم، تجهيزها بمادة البخور ويتم هاي العملية. زين، حركة يعني احنا نسمي ترافيك الزائرين، يعني حركة التنظيم، تشوف انت داخل الصحن الشريف ناس تروح وبعدين تضطر تتوقف حتى تمشي وجبة، هاي الحركة أشبه بحركة مرور السيارات لكن هي مرور بشر وجموع وأفواج مئات الآلاف يتفوجون يوميا ويخرجون. هاي العملية مسؤولية من؟ أي قسم؟ أنتو أو قسم حفظ النظام؟ أو هي عملية مشتركة بينكم وبينهم لو شنو؟ عملية مشتركة طبعا. المكاتب الموجودة هي مكاتب نفسها قواطع، يعني نعم. أمر لطيف جدا. المكتبة نفسها هو قاطع، المكتبات اللي هي للزائرين، يعني الكتب المصاحف وكتب الزيارات والأدعية وغيرها. نعم، هذه المكاتب يعني سابقا كان قواطع يحدد مسارات الدخول والخروج للزائرين. العتبة استحدثت هذه المكتبة لطيفة من ناحية الشكل، أعتقد هذا العام أو العام الماضي استحدث. العام الماضي المكاتب هي اللي يتحدد مسير الزائرين، سواء طبعا انتم تنظموها بالمقدار اللي يعني يحدد المسار، يعني مو هي حتماً بالضبط حتماً. يعني مو مثل الايام العاديه انه يعني هذا مسار حركه، هذا مسار صلاه، هذا عفوا مكان صلاه. هذا الايام العاديه هي المكاتب موجوده لخدمه الزائر لغرض الزياره وقراءه نعم. القران. كذلك من ضمن عملنا ادامه هذه الكتب وتجليدها او تصحيفها من خلال عندنا ورشه للتصحيف. ورشه التصحيف ورشه مهمه جدا، لانه تعدكم معناته الاف، يعني هاي عمل مو سهل، يعني الناس تحتاج حتماً. بلي عندنا سياتات معينه، يعني لا يدخل اي مصحف مثلا او اي كتاب زياره ويوضع في المكتبه، هناك اشخاص مختصين، لجنه رقابيه فرز الكتب الدخيله، او يعني هناك لجنه آخر تحدد انه هذا الكتاب صحيح حتما وهذا الكتاب خطا، يجب ان لا يبقى. بلي بلي بلي، ويختم بختم من التصحيف حتى يكون تابع للعتبه المقدسه. نعم. طبعا قبل لا يعرض في المكاتب الموجوده هناك مدققين يدققون بالتنسيق مع الاقسام المعنيه الفكريه. نعم. سواء القسم الفكريه او نعم قسم الشؤون الدينيه. قسم الشؤون الدينيه نعم. بلي زين، القسم المعارف ايضا بلي. يعني بالنسبه الى حركه المواكب هناك تعاون بينكم، لانه الان صار حفظ النظام وانتم في هناك تعاون في مساله المسارات وتحديد بلي. بلي. الحركه يعني بلي. مثلا عازل النساء على الرجال بلي. بلي. الموكب من يدخل هنا انت يصير تنسيق عندك مع قسم الشعار والمواكب الحسينيه تمام بلي، وقسم حفظ النظام ايضا التنسيق يصير مسبقا بالخطه خطه الزياره بلي حتما. نوقشت في هذا العام المسارات، تحديد المسارات سواء مسارات المواكب التعزية أو مسارات دخول وخروج الزائرين. نعم. كلفنا من قبل الأمانة العامة بالجانب الآخر من الصحن الشريف وهو نعم. جانب النساء الأخوات الزائرات، سيتم قسم الصحن إلى نصفين، النصف الخلفي يكون للنساء والقسم الأمامي للرجال. طبعا كما تعلمون في الزيارة الأربعينية يتم إعطاء كل الحرم إلى الرجال. نعم. فنقوم بإدخال الزائرات إلى سراديب الصحن الشريف اللي هي استحدثت بالسنوات الأخيرة واللي استحدثت بالسنوات الأخيرة،
ويتم تتم الزيارة بشكل انسيابي جدا رائع، بحيث تستطيع المرأة الكبيرة الصغيرة المسنة أن تمسك شباك الشريف اللي هو تحت الأرض اللي هو في سرد أبني. نعم، إذن هي من مسؤوليتكم أيضا ليس فقط الصحن الأرضي وإنما الصحون التي أنشأتها العتبة من خلال قسم المشاريع تحت الأرض. بلي، أيضا من مهامكم. بلي، أيضا من مهامنا، وتحديد مساراتهن أيضا، قسم الأبواب الدخول الخروج، كذلك القطوعات، نقوم بعملية قطوعات حتى لا يتم أذية الزائرات الكريمات، كون تعرف الزائرة مرتدية مع طفلها مرتدية عباءة وكذا. نعم. فيتم قطوعات معينة لراحة الزائرات الكريمات، وتستطيع بإنسيابية أن تمسك بالشباك الطاهر وتخرج بسهولة. أيضا هناك مهام أخرى في هذا القسم فيما يخص الأربعين قد يكون احنا غفلنا عنها يعني. بلي حتما، خو الانسان ما يتذكر كل شيء، لكن احنا حقيقه نجهز الامور قبل زياره الأربعين وقبل الزحامات عموما. يعني مثلا مساله مهمه جدا عندنا، تنظيف القبه الشريفه. نعم، تنظيف القبه الشريفه والمنارتين في كل عام يتم تنظيفها وغسلها مرتين الى ثلاث. هاي مهام من مهام قسمكم؟ مهام قسمنا وحده الزينه. وحدة الزينة مختصين في هذا الأمر. يمكن هم اللي نظموا هذا القاعدة مالتنا هسه. بلي حتما كذلك في التنسيق مع الأخوة في وحدة المخزن يتم كافة، كما ذكرت لكم، استضافة القنوات الفضائية أو الاستيجات أو مهرجانات العتبة المقدسة. فكل شيء يأثر على الازدحام يتم العمل به قبل موعد الزيارة، تنظيف القبة، غسل القبة، أمور الأخرى، تنظيف الثريات، تنظيف المرايا، الجدران الداخلية، هذا كله يتم تنظيفه بصورة تامة قبل الزيارة حتى لا يؤثر عملنا على. طبعاً بعد الزيارة أنتم أيضاً من مهامكم المشاركة مع الأقسام الأخرى في مسألة التنظيف بالنسبة للغسل وعملية. حتماً إحنا يعني حقيقة بعد الزيارة يبقى عملنا شاق أيضاً. كون رفع السجاد وتنظيف وغسل الأرضية وفرش سجاد آخر ورفع بعض القطوعات التي أنشئت يعني أنشئت لأغراض الطوارئ في الزيارة. بلي حتما. طبعا حقيقة مهام كبيرة وحقيقة تستحق الإشادة. أنا أشكركم أستاذ زين العابدين على هذه المعلومات، وشكرا لقبولكم والاستضافة. شكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ملتقانا وإياكم إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.